لباس التقوى ده يعني ايه؟ ايه اللي ممكن ان انا اقول احفظ به قلبي وانا داخله جامعه؟ الاختلاط ثم الاختلاط ثم الاختلاط ثم الاختلاط من هنا لحد اخر الدنيا، هفضل اقول الكلام ده؟ لا، اصل معلم ذكر في حدود في تعامل، يبقى له ضوابط شرعيه، غض البصر، اللبس الشرعي، الكلام المحترم، مش وعايشين حياتنا بقى. وبعدين تلاقيها مش ده صوتها، ما انا نفسي اعرف ان ده صوت، مش صوتك، انا عارفه صوتك عبعال يوم خميس اهو، عارفين احنا القصه دي بره ومش عارفه وايه وكذا. والشباب الاولاد الرجاله صيادين طبعهم، حتى لو ملتزم كويس هو صياد وبيعرف وفي كيمياء بتتحصل. هو مستهدفهم ايه لو مش ملتزمين؟ يلا سنه اولاد تلاقيهم جايين ايه خمسه كده، كل واحد ماسك مجموعه جايين سنه اولاد بقى، وايه واعمل لك ايه واساعدك وايه صوت علي معانا على الجروب ويلا الانستا بتاعك ايه باظت. تبقى يعني انا مش عايزه اقول ان مش ده مشتتات، لا ده ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى، وانا تحت سقف ربنا. واللي عايز يعمل حاجه بره سقف ربنا ده يختار له سما، يختار له بقعه ارض بقى ربنا مش شايفه فيها. اصل ايه؟ ما عند الله لا يؤتى الا بطاعته. ايه اللي عند ربنا؟ تفوقك بس، رزق حلال طيب مبارك فيه، حب الناس، فتح القلوب، من عند الله. فما تحت سقف ربنا يبقى انا عبد لربنا، هو اللي عالم ايه اللي يصلح. قال لك لا، ولو حصل اختلاط بضوابط في مساحه شرعيه مش واقفه لازقه في الوالد في ايه؟ واختلاط ولا تلمسها، هو ايه اللي بيحصل ده؟ وبعدين بيديها المذكره فلمس ايه ده؟ حيسه بقى، حيسه وبرنيسه. وبعدين قاعده كده الامور بتتطور، بدل ما بقى مجموعه كلنا فيها بتوع الدفعه، لا واخدني على الخاص. ليه ياخدك على الخاص؟ اصل انت عامل لك ريبلاي برايفت وبعدين بيسالك فيه ما اعرفش. لا ارد على العين ربيته، هو خدها برايفت على الخاص ريبلاي، انا قوم جاي ردله على العين، سؤالي يا فلان بعد كذا، الرد كذا، شكرا. محدش يقدر يهوب ولا يقول لا على منى ولا ضحى ولا اي بنت من البنات اللي حضروا النهارده، لان انا هوقفكم قدام ربنا. اقول يا رب انا جيت وكانت همه دعيانا وقفنا هنا والبنات كانوا اهو عددهم اللهم بارك، وانا قلت لهم هيحاسبني انا بلغت، انا قلت لكم قص البلاوي اللي عمت بها الامه الاسلاميه التبسط، اشاله الحدود. هو ايه المشكله اما تبقي ناجحه وفي مجالك وبتعطي وفي عمل تطوعي، واعرف بنات تحفه جدا وفي عمل تطوعي وبيعملوا وبيسووا وهكذا السمت، محدش يسأل لها هيبه، محدش يجرؤ ان هو يتعدى. ليه؟ انها عارفه ليه بسمتك انت اللي بتقدمي اللي قدامك يتعامل معاك ازاي. عشان كده هتقولي كده اول سوره النور، ومعلش ما تزعلوش مني يا بنات، ما اسمعوا مني، انا امكم هاله وخليلكم هاله، اسمعوا مني. هاتي سوره النور كده الايه بتقول ايه؟ سوره انزلناها، الله يفتح عليك. يبقى كل اللي جاي في الصوره ايه؟ فرد. وبعدين بقى ما اول ما جاب احكام الزنا والاختلاط قال ايه؟ قال الزانيه والزاني. قال لا احنا ايه الكلام ده بقى دكتوره هاله وبتاع ومش عارف. العقاب اول على مين؟ البنت، المراه. ليه؟ هي صاحبه الله، هتفتح بابها ولا تقفل هي؟ عندنا في القانون المصري يثبت دي تم تعرضها لاغتصاب ولا كان برضاها من المقاومه، هي فاهمه ولا لا؟ ما تفتحيش الامر ده باحترام وتقدير، شكرا على الراس تتشالي. وعندي قصص كتير جدا جدا، مش بقول كده عشان الجواز وبقول كده لا، بس انا فعلا عندي قصص وهم موجودين في 2022 والله ما بارك دلوقتي اساتذه في جامعه. اقول لها يا فلانه كانوا شله داخلين مع بعض صيدله، والتانيه كانوا داخلين طب واسنان، هنعمل ايه طب في موضوع الاختلاط؟ انا اتسنوا ومعايا الورقه بتاعتهم 22 هدف كانوا حاطينه كاتبينه بالقلم الرصاص، وانا عاملهم سي دي بيه. كل ما عيالك يكبروا هوريهم الورقه دي، هي هدفها ايه وهي داخله جامعه، هي عايزه ايه وهي داخله. فاتفقوا طب هنعمل ايه، ده احنا عندنا عملي واكيد في شباب بالاحترام. فهم بيتخرجوا اخر سنه، الشباب بتوع الجامعه وهم بينادوا اساميهم، كانوا اوائل دفعه، هم بينادوا اساميهم بكرامه طلعوهم، وكلهم سقفوا لهم تسقيف خاص ومعامله خاصه. ليه؟ حاولنا بكل الطرق في كل سنه نسلط مجموعه مختلفه عشان نكسر حاجز الشله دي، ما عرفناش.
لكم منا كامل الاحترام ومتسجل الكلام ده. شرايط فيديو بقى، معرفش انتوا حضرتوا شرايط الفيديو ولا انا ايام الهكسوس. انا في نماذج ناجحه وينفع تنجحي في مجالك وحالك، مكان دراسي، تنظيم الوقت، عدم وجود المشتتات، لبسك وجاهز عشان ما تضيعيش، كوني جريئه وتعلمي تقولي كلمه لا، واخر حاجه الاختلاط لا. طب ما اجيب يعوضك الله خيرا منه. ليه؟ لانك تركت الامر ده لله، حتى لو كان عنه، ولو حصل تعامل بحدود. زي ما قلت لك خليكي جريئه وقولي للبنت لا، وتعلمي مش وقت، مش مناسبني، انا مش فاضيه دلوقتي. اوعي تفتحي الباب ده، الوحيد، الباب الوحيد يا بنات، ودايما بنبه على بنات جامعه، هو ده اهم حاجه عندك في جامعه، المجموع، الدراسه، الابحاث والتوبيتات، وتبقي مركزه على الحاجات دي، والجانب الثاني اوعي تقعي، اوعي تقعي، اوعي تتزلي، اوعي حد يبقى ماسك لك سكرينه ولا شات ولا واخدك مش عارفه فين وبنت جابتك وانت، اوعي، لا انت اعلى من كده واكبر من كده وعند الله غاليه عن كده. تطلعي من جامعه وانا بنفس الاهداف، حققتي كام هدف؟ كان نفسي والله تبقى ورشه ونقعد نكتبه كده ونقول كل واحده الورقه دي فيها كام هدف انا عايزاه، فيها كام امنيه، لا مش امنيه، احنا مش بتوع امان، احنا بنوع تحقيق، احنا بتوع انجاز. وتيجي في اخر الجامعه انا حققت ده، واعرف من الامهات حاليا وكانوا بنات قبل كده وموصياني وصيه في وصيتها كده، خلوها لها تحط الورقه دي في كفن تروح بيها لربنا، عامله فيها ايه هي كده. طب خلينا ابص عليها بصه، بما ان انا حاطاها عليكي حطي لك الكلام ده. طيب ما عند الله ياتي بطاعته، مش بالمعصيه ابدا. ان العبد لا يحرم من الرزق بذنب يصيبه. والاختلاط اكبر الاكبر المصايب. نخش في مصالح حكوميه ونخش في معاملات او في بنات ويبقوا كويسين وعاملين انجاز، لكن مفيش حدود، وده كذا وده اتصى وده مش عارفه الساعه واحدة بالليل وده كذا وده باخد لها شات وده واخد لها ودي بتاعت دي ومربطين غلط. ايه ده؟ احنا جايين نحب، احنا جايين نحب ونعمل دويتات، ولا جايين نحقق هدف ونخلص علشان ننجز ويبقى لنا بصمه في الحياه، ويعرف ليا صيت في السماء قبل صيت الارض، لكل عبد صيت في السماء. هو ده نعرف نكون كده؟ لا، انا عايزه اسمعكم بصوت عالي، ينفع نكون كده؟ قولوا الله المستعان. ينفع نكون كده؟ قولوا الله المستعان. ينفع نكون كده؟ الله المستعان. 10 10